تعالوا نشوف عندنا 3 صور هنا، وده حوار بين الاتنين. بقول له لوك لوك يعني انظر. تعال نشوف الصورة الأولى دي، لوك a horse، أهو horse. وبعدين بقى هيبدأ يعمل له ديسكريبشن. ديسكريبشن يعني وصف، وصف للحصان. هيقول له it's a big horse. it's a big ايه؟ horse، حصان كبير. it has brown hair، خدنا brown hair يعني شعره لونه بني. and a long tail، وديله طويل. كل الكلمات اخدناها، كل الموضوع انه حطها جوه جملة. هو بيوصف في مين ده؟ بقول له look a horse، look a horse، it's a big horse، it's a big horse. انا عايزك يتردد بعد او معايا كده تقول، وبعد ما تخلص تقعد اسمع الفيديو مرة واتنين. ها، it has brown hair، ما احنا خدنا brown hair وخدنا long tail، شعره بني وديله طويل. بعد كده بقول له look ducks، duck ducks اللي هي الايه؟ البطة، بطة. هو they are small duck، دول صغيرين، small بط صغير. a duck has two wings، كل بطة لها جناحين، wings. and one beak، one beak يعني منقار، المنقار بتاعها اسمه beak. الكلمات دي خدناها برضه، يعني هي الكلمات بس بنعملها في جملة. بعد كده بقول له look a goat، goat اللي هو الايه؟ الخروف او المعزة. it's funny، it's funny، it's funny. a goat has four legs، هي لها كام رجل؟ احنا عارفين الجوت لها four legs، 4 رجول. and small antlers، antlers اللي هي القرون بتاعتها، وقرون صغيرة، قرن اللي هو اللي بيبقى فيه. وخدنا الكلمة دي برضو. لو رجعت الكلمات وسمعت هنا هتلاقيها عملية سهل. هو كل اللي عمله حط الكلمات في جمل عشان تعرف تتكلم. اسمعها مرة واتنين. طب ما تيجي نوصل هنا، بقول لي هنا ايه بقى؟ ماتش. horses are big، فين الهورسز؟ اهي قدامك اهي، هو موصلها جاهز. horses are big اهي. a bird is small، فين البيرد؟ اهي a bird is small. chicken are small، فين chicken؟ اهي اهي، امشي يلا يلا اوبا، ادي chicken اهي. a cow is big، اهي cow اللي فوق اهي. شفت تمرين سهل وحلو ازاي؟ a cow is a big. برضو كل مرة اقولك يتحلوا بعدين تسمع وتصحح لنفسك، او تسمع الاول وتعرف وبعدين تشوف.